السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير وامكم هانيه. اليوم جيناكم فيديو جديد ان شاء الله، سلعه جديده. المحل دائما البنات، اول حاجه المحل كيتواجد في مدينه قديمه بالضبط سمارت. لي فريزون كاينه في كازا وكاينه خارج كازا، كنبيعوا بالجمله وبالتقسيط. ومرحبا بكم كاملين اللي بغى يجي عندنا المحل، ما عليه الا يجي حداك الارضيه خلا بالضهر ديالو اون فاس كاين الصو ديال المدينه، كتهزي عينك كتبان بحال السمعه فيها المكانه تحت منها واحد الباب صغير، كتدخلي كتلقاي قهوه ديال الحوت، كتسولي على امينه وكيجيو حتى لعندي قبل ما تقول يلا، تقولي نسولك يقول لك اجي نوريك المحل. ومرحبا بكم كلكم، وكنشكر كاع الناس اللي جاو عندي المحل، وكاع الناس اللي تقدوا عندي، وكاع الناس اللي عيطوا عليا في التليفون، والناس الجاليه اللي خارج المغرب تبارك الله عليهم، اللي كيتقدوا واللي كيشجعونا واللي كيقولوا لنا كلمه زوينه في حقنا. والله الا يخطيكم بارك الله فيكم، هذا هو اللي كاين. البنات اليوم جات جلابه بزاف الناس، سولوا على جلابه ديال الكاوات اللوان ديالها، وكانوا سالوا لي في السبت والحد ما بقاوش، واليوم جاو الوانات جداد ما كانوش عندنا كاع، ما عمرنا ما دوزناهم. بطبيعة الحال ان غيبدا الجو كيتبدل وغيدخل الربيع، جاو لي كولور شويه كلير، شي حاجه زوينه بزاف البنات. وهاد الجلابه كننصحكم عليها باش تاخذوا كل دار تكون فيها هاد الجلابه هذه. علاش؟ لانك تلبسيها في العشيه، تلبسيها في رمضان ان شاء الله، ما كتبي لا فورم لا حتى شي حاجه، وفصلتها خطيره وبراتيك. احسن ما تمشي تخيطي جلابه، شي جوج جلابه تختي بدلي بهم، وهني الوقت ثمن جد مناسب وموديل خطير. تلبسيها بالفليب وات، تلبسيها مع صنيديل، تلبسيها مع طالون، كيف ما بغيتي تلبسيها كتلبسيها، كتجي انيقه في اللبسه ديالها. صحابات كلاس كيلبسوها، وصحابات السبور حتى هما كيلبسوها، وهذا هو اللي كاين. المهم حنا كنجيبو لكم الحويجات اللي زوينين وتستافدوا منهم كامل. بالنسبه للجلابه البنات، اول حاجه غنبداو بها هاد اللون هذا، هاد الغوز المعتدله البنات بالبلو مارين. شوفوا لي لي كولور المعتدله بالبلو مارين، انتوما هادو الوان جداد البنات، افتحات دائما شوفوا الافتحات، ما تصدع الناس راه دايزين الزنقه، ما يمكنناش نقول لهم سكتوا. وانا ما بغيتش نخليكم اليوم بلا هذا الفيديو هذا، باش اللي باقا ما خداتش هاد الجنابه تلتحق بينا وتجي تاخذها. مرحبا بكم كاملين. واللي فريزون البنات راه ب 30 درهم في الدار البيضاء، وخارج كازا ب 50 درهم كتوصلك حتى للدار مع الشركه ديال لوكس ولا مع الامان. البلايص اللي ما كتوصلش ليهم لوكس كنصيفطهم مع الامان. هانتوما شوفوا لي هاد المعتدله واعره البنات، شوفوا الصوفه كيفاش طايحه، ماشي غليظه، خيط البنات شي حاجه فنه، تفصلتها زوينه واللي لبسها كتجي قدو. واللي زوين فيها انك تلبس حتى 52 كاين هاد اللون. بالنسبه لهاد اللون بزاف الناس اللي جاو على قبلو، وكان جاري في الاول جات فيه واحد الكميه قليله وتقطع، دابا هو كاين. اللي باقي ما خداتش هاد اللون تجي تاخذو. ها هو هذا المعتدله بالبلون كاسي البنات، المعتدله بالبلون كاسي، والصوفة رقيقه شي حاجه طايحه وزوينه، والقبيب هو هذا، والثمن 200 درهم البنات. ولي طاي ستوندار كيلبسو حتى 52. غادي نشوفو اللون الثالث، شوفوا لي هذا اللون هذا بلون كاسي، ماشي بيض حلي، بلون كاسي بالكحل، بلون كاسي بالكحل البنات. شوفوا لي هاد اللونات كلهم ما كانوش، هذا تا هو كانت فيه شي حاجه قليله في الاول وكان ساله، دابا عاد جابوهم. هانتوما يلا البنات، اللي بغات هاد الجلالب تجي غدا ان شاء الله تاخذهم، باش ما تقولش لي نقولش لها سلام. شوفوا راه الكميه كتكون غير محدوده البنات. هانتوما غنحيدو هاد لاكولور هادي، وغادي ندوزو الموطار. بالنسبه لهاد الموطار البنات، هذا تا هو بزاف الناس طلبوه ليا. شوفوا موطارد بالكحل، هذا دائما لي طاي را ستوندار كيلبس حتى 52، والثمن 200 درهم. وشوفوا لي هاد اللون هذا البنات، بيج بالمارون، البيج بالمارون، كنتمنى يكونوا باينين اللون واضحين. هانتوما سمحونا على الصداع لان الدراري كيسدوا، وانا قلت خاصني ندير لكم الفيديو هذا. شوفوا باش ما نبقاش كل وحده نصور لها الوان بوحدها، احسن فيديو هكا كتعرفوا اش كاين. والثمن 200 درهم. هكا عبد العالي حيد هذا، شوفوا لي هاد اللون هذا البلون كاسي بالمارون، الاول كان بيج بالمارون، وهذا
بلون كاسي بالمارون. هانتوما يلا العشاق المارون يبانو هنايا. وبالنسبة لي شال كلهم عندي اللون ديالهم، لي شال ديال كشخة كاينين، الثمن ديالهم 50 درهم، وسلعة شي حاجة زوينة البنات. شوفوا لي الثمن دائما 200 درهم. وكاين هاد الكري كلير بالكري فونسي، كري كلير بالكري فونسي قبيب هو هذا، ولي طاي ستوندار حتى 52، والفتيحه البنات في الجلب. البنت اللي طويله كتجي صوطيت لبسه مع لي بوط، واللي بغات تكفف البنات راه كتكفف، لان هنايا كتكفيها في هذا التحت تحت هذا، وكدوز غير بالماكينه وكتجي زوينه ما تتبانش. اللي بغات تنبلها بيدها كتنبلها، واللي بغات دوزها بالماكينه كدوزها بالماكينه. شوفوا لي هاك وكاين هاد الطابه هذا بالكحل، شوفوا لي الطابه بالكحل هانتوما. الثمن دائما 200 درهم، ولا يطيح حتى 52 هاك. وباقي فيها الكريب الكري فونسي بالكحل، هذاك هو اللي سالنا اليوم غادي نجيبو ان شاء الله، يعني غدا ملي غيطلع الفيديو اليوم غدا غتلقاو الكري فونسي بالكحل. شحال منهم تما بالعالي هذيك؟ وهذه بالنسبة لهاد الزواقة ديال البنات بقى فيها لون واحد، مبقاوش فيها كم بزاف، بقات شي حاجة قليلة. ونقول لكم شي ثلاثة بيسات ولا ربعة اللي بقاو في هاد الموديل، اللي بغات هاد الكاوت صغيوي هاد اللون اللي بقى فيها البنات. تاهي لي طاي ديالها ستوندار كتلبس 52، الثمن ديالها 200 درهم، فيها 8 الألوان، وداك اللي خاص البودو محلوج بالنسبه للجلابه كاوت البنات فيها 10 الالوان، فيها 10 ديال الالوان. البودو كنا ما محلولش، هو غنوريه لكم. ها هو البودو البنات بالكحل، معروف هذا اللون هذا، والقريب الكحل هي 10 الالوان، دوز 8 هذا هو 9، والقريب الكحل هو اللي ما بقاش. غدا ان شاء الله غادي تلقاوه في المحل، يعني اللي بغات شي لوين تجي عندنا مرحبا بها. هنا ما كاينش هذاني الموطاج هنا ما محلولش، شي جلبان كافي هنا كافي كافي، راه ماشي محلول قبيله هذا غير فلوس وجلاي مفلوس. باش شنو مال ها هي طبق هذا شنو الكارطون هذا ديال الحنه هو كما غنقول خاصه هما خدمتو عليه اليوم، ما محلوش حتى هو ما كاينش. بالنسبة للجلابة السامبل البنات كاين هاد اللون كراميل، هادي البنات اللي فيها هاد اللعيبة في اليدين كتجي واعرة في اللبسة. تحية للناس اللي جاو عندي من المحمدية اليوم وخداو منها اليوم واحد جوج عيالات، ما كانتش باغا تشري والو بحقها خدات فيها جوج، لبساتها جاتها خطير. شوفوا البنات هذه ديال دائما تكوني مزروبه باغا تمشي لشي تخدي شي غرض على غفله، يعني تلبسها سبور كلاس اللي كيف ما عجبك، لان نتوما اللي كتخرجوا من البياسه اللوك ديالك فهمتوني. ها انتم حيت كل وحده كيفاش كتلبس البياسه وكيفاش كتخرج ديال الموديل ديالك. بالنسبه لهذه البنات حتى هي كتلبس 52، والثمن ديالها دائما 200 درهم. شوفوا لي هذا البوردو هذا، هانتوما هاد البوردو ديالها خطير حتى هي. وبالنسبه للوينات اللي كاين في الجلابه تقريبا هما اللي كاين في الكارديغون ديال 200 درهم. وكاين هاد الكري فونسي هانتوما. اي سيدة زلات شي جلابه وبغات لاشال ديالها تقول عليا الماري هنا مكاينش حتى مشكل. تحيد هاد الجلاب طوالي هاد الجلاب. شوفوا لي هاد الموتى ديال البنات، البنات كنصحكم هاد الجلابة مخصها تكون خافية حتى شي ضهر، حتى
حتى شي دار ما تكون خاطيه هاد هاد النواغ هاد. جيو خذوا هاد المزاد الجلابه ها واعره ولا طيب تاع ستاندار كيف بساتكم. شوفوا العاد تبارك الله وسلام بي شوفوا والثمن ديالها غير 200 درهم. واخا تبغي تشري تخيط جلابه ما غاديش تقام غير فلوس الثوب. هانتوما العيش الجيله خطيره البنات. شوفوا لي هاد البوطارد هذا ودائما اللي طايته 52 والثمن 200 درهم. وكاين هاد البلو مارين البنات هذا بلو مارين هذا بلو مارين يمكن الكاميرا ما كتعطيش حقه. بلو مارين طايته 52 والثمن 200 درهم. وكاين هاد البلوغوا ها هو وفيها الكري كلير انتوما. وكاين هاد اللون هذا هاد اللون صابلي البنات هذا صابلي تا هو تيدير 200 درهم وباقي الكحل تا هو سال اليوم ياك الكحل اللي خاص الكحل غدا ان شاء الله تلقاه. مرحبا بكم. هادي لا جبتيها ليا بالنسبه للكارديو الكاب البنات اللي بزاف الناس اللي جاو اليوم ما لقاوش في الصباح كنقول لهم يسمحوا لينا. ها هو كاين هاد الكري يلاه رجعوا ثاني كاين الكري الكاب البنات ديال 100 درهم. ها هو هذا غير كتلوحي في كتافك كيجي زوين. انا جاي انتوما الثمن ديال هذا 100 درهم البنات كاين فيه الكري وكاين فيه هاد البوردو دي موي بواطوا البنات كيجي واعر في اللبسه. وكاين فيه هاد اللون انتوما الثمن ديالو البنات 100 درهم احسن كادو. وكاين الكحل البنات اللي عجبها شي لون سكريني والتوصيل كاين في كازا كاين خارج كازا. وكاين هاد البلون كاسي وكاين هاد اللوين هاد فهمتو هاد اللوين تا هو الثمن ديالو 100 درهم. اللوينات فيه واحد جوج ثلاثة ستة ديال الألوان البنات الثمن ديالو 100 درهم فيه ستة ديال الألوان. وغادي ندوزو واحد الموديل جديد هذا فيه غير بيسة قلال البنات هذا واعر. شوفوا لي الموديل ديالو اللي ما كيبغيش السامبل هذا تا هو التوب ديالو طب نتوما اللوينات فيه خطيرين. بالنسبه لهاد البعد هذا البنات هذا اختي دير لامك دير عدوزتك دير جداتك اي وحده عطيتيها لها كادو صاحبتك اللي بغيتي اللي عزيز عليك خدي ليه واحد لف واحد اللي عزيز عليك. والثمن ديال هذا 120 درهم 120 درهم ومستور البنات ومضوق من الظهر من الكاش فيس البنات كيجي زوين بزاف. وبالنسبه اللي طي اي طي تلبس واخا تكوني تلبسي 60 غادي تاخذي هذا. كاين فيه هذا اللون وكاين فيه هذا الغوز بالبلو مارين وكاين فيه هذا الكحيحل هذا البنات. شوفوا لي الكحل ديالو واعر. شوفوا لي الكحل هذا كميه محدوده ما فيش بزاف البنات ندوزو غير الاشونتيون اللي بغاتو تجي مرحبا بها. وهاد اللون اللي عندي انا تا هو زوين بزاف ها هو والثمن ديالو 120 درهم. وجو مرحبا بكم المحل ولا يخطيكم. كنتمنى يكون هاد الفيديو ان شاء الله عجبكم. دائما الفيديو قصير اللهم فيديو قصير خير الكلام ما قل ودل ولا ما نبين لكم والو. مرحبا بكم البنات لا يخطيكم كنشكركم بزاف البنات الله يجازيكم بخير. بارطاجيو الفيديو كملوه حتى الاخر ديروا لايك كتبوا شي كومونتير يكون زوين ولا كاين شي ملاحظه انا كنقبلها شي حاجه بغيتوني نجيبها لكم
كتبوا لي في لي كومونتير ونقدر لا قدرت نجيبها نجيبها. حيت ملي كتكتبوا لي اليوم وغدا وهذا كنشوف اللي مطلوب اكثر وكنقدر نجيبها. وهذا هو اللي كاين. ولي الله يخطيكم، الله يجازيكم بخير، اعانكم الله، تهلاو ليا في رزقكم، والسلام عليكم.